هي شركة إسبانية قدمت للمغرب للمشاركة بمنتوجها شراب حلال خالي من الكحول ضمن فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بمكناس في نسخته التاسعة. فبعد السعودية والإمارات رخصت السلطات المغربية لهذه الشركة لترويج منتوجها بالمغرب، والتي تقول عنها: هذا مشروب جديد للأصل دياله هو العنب. بالنسبة لي هذا أول مرة تيدخل المغرب، وحنا هما الشركة المعتمدة اللي كتم التسويق ديالو على مستوى المغرب. حاولنا باش نشاركوا به في هذا المعرض الدولي لفلاحة مكناس باش نعرفوه ونبينوه للناس ويحاولوا يتذوقوه باش نجسوا النبض ونشوفوا الإقبال، واش عجب الناس لا في اللوغو ولا في الفكرة. وكنتمناو إن شاء الله باش ينتشر في السوق المغربية بواحد الشكل اللي هو كبير كما كنتوقعوا إن شاء الله الرحمن الرحيم. ولهذا تسمى منتوج حلال، وعند الإدخال ديالو بعدا قبل ما يدخل المغرب تم التحليل ديالو في مختبرات عالمية ودخل الدولة السعودية هي الأولى ومن بعد الإمارات. وحنا فاش شفنا حاولنا ندخلو للمغرب ونطلب الله سبحانه وتعالى أنه ينجح هذا المنتوج هذا. المعرض يشهد إقبالاً غير مسبوق بهذه الزاوية من طرف الجمهور على المشروبات الروحية الخالية من الكحول، فضولهم يستوقفهم لتذوق طعم هذا المنتوج. حنا كنا متخوفين من النسبة ديال الكحول تكون فيه، مي فاش قرينا الاتيكيت هو خالي من النسبة ديال الكحول، يعني بالنسبة للوغو ديالو يعني مزيان، سي تان جو ديال لو غيزان. هذا المشروب تذوقنا تبان النكهة ديالو طيبة، وبيسك انه حلال يعني الناس اللي ما تما يستافدوا من زي لي مونوتريتيف اللي في هذا المنتوج هذا. مبيعات هذه المنتجات تعرف اقبالا كبيرا في الدول العربيه بنسبه تقارب 90%، خاصه السعوديه والامارات والتي يتم بها التوزيع والتسويق بشكل لافت للنظر. عرض هذه الانواع بالمغرب هو الاول من نوعه، وينتظر ان يتم تسويقه في الايام المقبله.